إذا بتكون من عدد دول ويعني كتير دول يجوا يراقبوا الجو ما في مانع، بس إنه من طرف واحد من دولة تركية يعني أحس مو من صالحنا. في غموض كتير على هالمنطقة الأمنية، ما نعرف شو راح يصير يعني في المستقبل يعني. ولا نقبل بأي شكل من الأشكال دخول الجيش التركي إلى هذه المنطقة، لأن تركيا دائما تهدد هذه المنطقة. هي بادرة سلام إذا تكون من عدة دول، يعني إذا في مراقبة دولية إيش فيها، يعني كلياتنا مبسوطين مشان القرار. طبعا راح تكون بادرة سلام لما تكون المنطقة تحت إشراف دولي وتحت إشراف الأمم المتحدة ودول التحالف، وإذا ما كانت تحت إشراف دولي راح تكون تحت، إذا كانت تحت بس الدولة التركية لحالها ما راح تكون بادرة خير على سلام، بادرة خير وسلام في المنطقة. بادرة خير إذا تركيا، إذا تركيا وافقت على هذه النقاط وهي أمن الحدود بين الطرفين، بين تركيا وبين روج آفا. Thank you.